انك تتكلمي كده، لان انا عايزه اقوم اخد الدرس من الموديل والبسه انا. اتفضلي اتفضلي معانا عشان نشوف ده المعتدلين ده الدرس ده انا عملته واللي ايمان عدلي عاملاه بايديها حته فعلا بايدي وفي مسابقه فيديو ممكن لو هديل تعرضه لنا. واو انا عاملاه ب 195 ورده. خدي وقتك خالص براحه عشان ناخد الديتيلز والتفاصيل بتاعت الدرس وبعد كده يعني جوه تحت الخيش ده يعني هاد اللي هو الدرس العادي وانا ينفع اكلمك عنه يا جماعه بس اوري الناس الخيش ممكن تمسك دي في ثانيه طبعا اتفضلي ممكن اوري الناس ان ده لو شايفين ده خيش اصلا يعني ده خيش تقريبا مارلين مونرو لبست حاجه زي كده فاكره ما هي الموضه دي رجعت تاني راجعه بشديل وهي ممكن تلفي يعني انا كان لازم اقف اوريكوا التفاصيل بتاعه الدرس لا بجد يا ايمان شيك شياكه ثانك يو يا تتمشي بقى وتورينا حلاوه الدرس طبعا في افكار كتيره جدا ممكن تعمليها بالريسايكل بس انا شايفه ان دي فكره بره الصندوق شويه انا كنت حاسه ان هو اوت اوف يعني اوت اوف ذا بوكس وفي نفس الوقت في مسج من فلاورز ليه مشيتي بس والله ده حلو قوي يا عبد الله بصي انا كنت عاملاه بشكل ساحلي انثوي ان هو يبقى حاجه فلوري كده فطلع بالشكل ده هو بجد بجد شابوه ايمان عدلي على التصميم الرائع والافكار المختلفه يعني انت ما كنتيش شايفه الدرس بتاعك على الستيج لو في صوره مجمعه جاهزه في فيديو في فيديو وانا بعمل الدرس كل بقى المراحل يعني لو ده موجود لا فكره بقى ان انت كنت واقفه مختلفه عن كل الدريسز الدريسز كلها انا من وجهه نظري كمتابعه وبتفرج انا كانوا بالنسبه لي دريسز عاديه سواري سهرات لكن ده كان مختلف كان فعلا فعلا يستاهل كل التسقيف وكل التشجيع اللي انت خدتيه عليه خصوصا ان معمول بايدك انا عاملاه فعلا ده فرق معايا قوي 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 يعني ان انا عاملاه بنفسي انت بتعملي فساتين كتيره جدا ايه اكتر واحد فيهم كان قريب لقلبك انت بتعتزي بان انت عملتيه دايما هل هو الاخير ولا لا فستان البرايم الفاينل ده كان عامل ضجه جدا في يوم البرايم وكل الناس كانت بتتكلم عليه الفساتين كلها والبنات كلها كانوا جمال بصراحه قبل ما اختم معاكي